هي دي من يعني من نقول مش تريكاج، وانما يشد لك كلمتين اي وبعد يركب عليهم هو شي يحب. هو شنو اللي صار بالضبط؟ انا في محطه اذاعيه اخرى سئلته عن اجتماع عقد الجبهه الشعبيه في باريس، باه وبعد ما كملت الحصه مشيت رجعت للتسجيلات خاطر مسجل الكل عندي، لوجود اصلا حتى للي تحكيه في الحصه هذيك على اساس انه مسلم به، وانا جي با فيريفي خاطر فعلا الوقت اللي تقال الكلام سواديزون اللي قاله ممثل الجبهه في باريس انا ما كنتش حاضر، وبالتالي ما نجمش بالامانه لا ننفي لا ناكد، ولكن تبين لي انه نابع عن تقرير ارسل لتلك المحطه الاذاعيه او بعض الصحفيه مش صحيح. عمره ما جاء الحديث لا لنهيب بالصحافه والاحزاب الاجنبيه ان تقف مع تلك، مش موجود اصلا. كي تحطت قدامي كمعطى ثابت قلت انا فعلا ما حضرتش ما سمعتش الكلام هذاك، ولكن التعاطي مع الصحافه الاجنبيه راه مش جريمه. شتولي تهبط في احدى الجرائد اليوميه احمد الصديق يعتبر الاستقواء بالاجنبي ليست بالجريمه. يا اخي توا احنا بلاد مفتوحه ولا ماناش مفتوحه؟ اش معناتها مفتوحه؟ معناتها انا يلزمني نفرس كي يجيني مثلا سوشيدة بريس ولا تجيني جريده فرنسويه باش تسجل معايا ولا باش نعطيها موقف اللي هو معروف وقاعد تقول فيه في المحطات الاذاعيه، نقول لها لا باش نبدل الديسكور نحكي معك حكايه اخرى؟ ما فهمتش الحقيقه. فما اوركستراسيون وقعت نتاع عمليه التدمير، الغرض منه التدوير القيمي والمعنوي لكل شخص تقريبا معروف ينتمي لهذا الفضاء اللي هو الجبهه الشعبيه، القيادات كل مره يطلعوا طلع، وهنا يتقاسم فيها الشيء معناتها اطراف عديده. نتذكروا الحمله اللي تعملت على حبه باش انا من بعد ما نبدل لكش كلامك لو كان تسمح سيد احمد وانت النائب عن الجبهه الشعبيه، معناتها حبيت تقول انه هناك اطراف تبحث على تشويه الجبهه الشعبيه اعلاميا وغير اعلاميا. مش تبحث فما اطراف انخرطت في لعبه التشويه بالله كريمون. انخرطت لخرطت أطراف إعلامية؟ لا يعني أشبه إعلاميين، هم الإعلام الصحيح من خرجش في الحكاية هذه، يخدم بمهنية وعلى مسافة وينجم يحصلني دون لسانس أنه في موقف معين يلوج على حقيقة يلوج على حقيقة وأنا ما نعرفش كيفاش نتعامل بصحته. أنا تبدل لي كلامي، فهذا هو اللي مثلا أنا قلت بالحرف الواحد وقت قال المنشط تصوروا معناتها بشكل بريء، قال لي يا أخي أنتم تستنجدوا، قلت له الاستنجاد ومن بعد صرحت قلت له التعاطي، تبعته في كلامه، التعاطي مع الاعلام الاجنبي ليس بجريمه، وفعلا التعاطي مع الاعلام الاجنبي ليس بجريمه، يا اخي نرجعوش للغه بن علي ماهوش جريمه. الحكايه الاخرى انه اللي صار في الاجتماع نتاع باريس لا فما استقواء ولا دعونا الى نصرتنا، عندنا اصدقائنا كما اي واحد تمشي عنده اصدقاء اللي هما مناضلين ايضا واللي هما ينتميوا لحلقات اليسار اللي هما